النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، البداية مع العناوين. مجلس الشعب يقر القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة تجارة حمص بهدف إكساب نظام التعليم التجاري المرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أقر مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة السيد حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة. وجاء في الأسباب الموجبة له التي أوردها السيد وزير التربية عماد موفق العزب أن القانون حدد رسوم تسجيل الطلاب في الامتحانات العامة لما كانت الرسوم السابقة التي يدفعها الطلاب لقاء تقدمهم لهذه الامتحانات أقل بكثير من التكلفة التي تتحملها الدولة، خصوصا في ضوء وجود دورتين امتحانيتين في العام الواحد، ولتخفيف هذه الأعباء المادية التي تتحملها الخزينة العامة وتطوير تقنيات التعليم. كما يهيئ المناخ المناسب لسير عملية الامتحانات بشكل أفضل، ويراعي أوضاع الطلاب النظاميين وحالات الإعفاء من الرسوم المنصوص عنها في القانون رقم 25 لعام 2014. كما تمت إضافة رسوم على المدارس الخاصة تسدد لصالح الخزينة العامة للدولة. وأشار وزير التربية إلى أن الرسوم تطال فقط الرسوم الامتحانية وليس العملية التعليمية، وتدفع لمرة واحدة أو مرتين بحسب عدد الدورات الامتحانية التي يتقدم إليها الطالب، حيث ستطبق هذه الرسوم في العام الدراسي القادم، مؤكدا أن مجانية التعليم لم يتم المساس بها. وقع وزير التربية عماد موفق العزب ورئيس غرفة تجارة حمص نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بسوريا الدكتور عبد الناصر الشيخ فتوح مذكرة تفاهم بين الوزارة وغرفة تجارة حمص بهدف التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل. وتتضمن المذكرة إكساب نظام التعليم التجاري المرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه وتأمين فرص عمل لعدد من الخريجين والمساعدة على تأمين فرص لتدريب الطلاب لدى المنشآت التجارية على شهر الإنتاج المتبع في نظام التعليم التجاري قبل حصولهم على وثيقة تخرج من المعهد، إضافة إلى تقديم ورشات عمل وجلسات حوارية مع خبراء اقتصاديين ورجال أعمال ناجحين وتنظيم زيارات للطلاب إلى الغرفة للاطلاع على نشاطاتها. وأكد وزير التربية أن أولويات الوزارة تأمين أكبر عدد ممكن من المدارس والاهتمام بالطلاب لأنهم محور العملية التعليمية، لافتا إلى أهمية دور المجتمع المحلي والأهلي والغرف التجارية والصناعية في رفد عمل الوزارة في مجال ترميم المدارس. من جهته رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية بسوريا الدكتور عبد الناصر الشيخ فتوح وضح أن عملية التنمية المستدامة تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، ونحن في غرفة التجارة نهدف إلى ربط الطلاب مع سوق العمل من خلال إقامة دورات تدريبية وتأمين فرص عمل لهم. عملية التنمية المستدامة هي لازم تكون بالاستثمار برأس المال البشري وطلابنا اللي عمال يتخرجوا من مدارسهم سواء بالقطاع الصناعي أو التقني أو التجاري أو التعليم العام، ينقصهم التأهيل والتدريب بالواقع العملي من أجل تهيئتهم لسوق العمل.
انت عم تسالني عن سوق العمل، نحن كغرف تجاره بنربط بين طلاب الوظائف وطلاب الفرص التجاريه مع سوق العمل عن طريق المنتسبين الزملاء اعضاء الهيئه العامه من الصناعيين والتجار واصحاب الورشات، بنربطهم مع طلاب العمل من كل واحد حابب يشتغل بيبعث لنا السي في تبعه. 3980 طالبا موزعين على 48 مدرسة تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الأول في مناطق سنجار وأبو الظهور وريف خان شيخون في الريف المحرر بمحافظة إدلب. مدير التربية عبد الحميد المعمار خلال تفقده سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول في عدد من مدارس المناطق المحررة بالمحافظة التقى مع بعض التلاميذ والطلاب واستمع منهم إلى مستوى الأسئلة وتفاعلهم مع الإجابات، كما التقى عددا من الأطر التعليمية والإدارية في المدارس وأشاد بالجهود المبذولة التي كانت حصيلة عملهم لفصل كامل من العام الدراسي وتوجت بامتحانات ناجحة. في حماة يستمر طلاب التعليم الأساسي والثانوية العامة بتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول في حماة بأجواء هادئة ومريحة. وليد سلطان والتفاصيل. يستمر طلابنا ضمن أجواء هادئة تقديم امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول من العام 2019-2020، فقد تابعوا تقديم المواد وعينهم على التفوق والتميز، وأبدى الكادر التدريسي والطلاب ارتياحهم لمستوى وطبيعة الأسئلة الشاملة من المنهاج المقرر. من خلال جولتنا على بعض المدارس وهذه السنوية منها، الأسئلة كانت طبعا واضحة وسهلة وطبعا مدروسة بشكل جيد والوقت كافي. هناك بعض الملاحظات أنه بعض الطلاب يعني إطالة في المسائل مادة الفيزياء فقط، هذا الأمر سيصل إلى الوزارة وسيناقش فقط، أنه خمس مسائل جاي بالفيزياء، هذا الأمر فقط الملاحظة لاحظتها هذا اليوم. تم التحضير لمركز الامتحان قبل أسبوع من الامتحان، حضرنا المدافع جهزناها على أتم وجه طبعا، والمقاعد وحضرنا الأسئلة طبعت تصورت قبل بأسبوع وتجهزت بمكان آمن وجهزنا أجواء هادئة للامتحان. يذكر أن مديرية التربية كلفت الموجهين الاختصاصيين والتربويين لرصد واقع العملية الامتحانية والاستماع من الطلاب عن آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العملية الامتحانية. هلا بالنسبة للامتحانات كانت ماشية بشكل مستقر وبشكل جيد بمدرسة الخنساء. نتيجة التحضيرات الأولى كانت من والإشراف، حتى الأسئلة الوزارية كانت موضوعية وبشكل جيد. والله الحمد لله، يعني كان في تحضيرات وشغل مسبق وبزمن يعني لا بأس فيه، وكان الأمور التجهيز متكامل بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان يعني الطلاب حضور جيد وفي الوقت المناسب. هذا ولاقت امتحانات الفصل الدراسي الأول استحسان الطلاب من ناحية وضوحها وشموليتها من مفردات المنهاج، حيث تعتمد على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الطرق التقليدية أسلوب الحفظ الحرفي من الكتاب. أستاذ، هلأ الأسئلة سهلة وشاملة لكل منهاج أستاذ، وفيها اختيار متعدد وفيها شاملة لكل شيء. يعني طبيعة الأسئلة يعني كلها تأجيت حرفية من الكتاب واختيار متعدد ومواضيع يعني كلها تأجيت حرفية، يعني ما في شيء من خارج الكتاب، ما في شيء صعب أبدا. الأسئلة كتير يعني كتير الأسئلة سهلة، وفي بعض الأسئلة بتعتمد على الترجمة، فإجبار الواحد يكون عنده مفردات مشان يقدر يحل. قواعديا كمان سهلة، وكل الأسئلة من جوا الكتاب كليات من المنهاج ضمن الكتب، ما في شيء من برا. تأتي هذه الامتحانات كإحدى توصيات مؤتمر التطوير التربوي التي تطبق توصياته على أرض الواقع. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. أكد مدير فرع المؤسسة العامة للطباعة بحما عبد الرزاق عرني أن الفرع استجر نحو 90% من حاجة مدارس المحافظة من الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020. وأوضح عرواني أن فرع المؤسسة استجر نحو 420 ألف كتاب مدرسي لمختلف مراحل التعليم الأساسي والثانوي لكل فروعه العامة والمهنية والصناعية، على أن يتم استلام دفعات أخرى خلال الأيام القادمة وتقدر بنحو 80 ألف كتاب
وبذلك يتم استكمال احتياجات المدارس، مبينا أنه سيتم تزويد المدارس بحاجتها من الكتب من خلال المستودعات الرئيسية والفرعية، والبالغ عددها 30 مستودعا منها 9 في مدينة حماة. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ندوة حوارية في طرطوس بعنوان اللغة العربية والأخطار التي تتهددها. ماهر مرشحة والتفاصيل. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وتطبيقا لأقوال القائد الخالد حافظ الأسد، لغتنا أهم صلات الماضي بالحاضر بالمستقبل، وبرعاية وحضور السيد محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدة رئيس اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية، أقامت اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية ندوة حوارية بعنوان اللغة العربية والأخطار التي تتهددها. نحن بشكل دائم نوجه الزملاء الموجهين الاختصاصيون على مستوى جميع المدارس أن يدققوا مدى الالتزام من قبل الأستاذ المدرسين باللغة العربية، ونحط وهناك في اللوائح التوجيهية هناك بند خاص باستخدام اللغة العربية الفصيحة تحقيقا محرصا وتعزيزا لمكانة هذه اللغة التي نتمنى أن تبقى لسان الضاد دائما نتحدث ونعمل على ترويجها والعمل على تطويرها كان في المحاضرة. عندما يكون الجهاز التعليمي على مستوى المحافظة أو القطر واعيا لأهمية اللغة ولخطر اللهجات المحلية والاستخدام العامية، عند ذلك يستخدمون أو يستعملون اللغة العربية الفصحى ويشجعون الطلاب والتلاميذ على استعمالها، وكذلك الأهل يمكن إذا كانوا متعلمين ويستطيعون التحدث باللغة العربية الفصحى أن يعلموا أبنائهم ويشجعوهم على استخدام هذه اللغة الفصحى. ما من لغة تمتلك مقومات فنية وعقلية ومنطقية مثل اللغة العربية، التي هي مجموعة من الأنظمة، كل نظام فيها كبير، ويوحي بأن من تكلموها أو الأوائل الذين تكلموها كانوا عباقرة. لذلك يقول المرحوم الأفسوزي: عبقرية الأمة في لسانها، بمعنى إن هذه ملامح اللغة أو سمات اللغة تعطي ملامح الشعب الذي اخترعها أو حملها. اجتمعنا تحت سقف واحد لنقول للأبناء أن اللغة العربية هي هذا البحر، هذا الينبوع الصافي. أيها الأبناء، إننا نثق بكم، نثق بأن المستقبل لكم، نثق بأن الأرض العربية ستبقى للغة العربية، ونثق بأن المستقبل أجمل بهمة الأبناء. اللغة العربية تتعرض لبعض المخاطر، لذلك أحببنا أن نشير لهذه المخاطر، وتوجهنا من خلال كلامنا إلى الأبناء، إلى الصغار. أيها الصغار، لغتكم أمانة، لأنكم أنتم الحافظين، المحافظين الورعين لهذا البلد العظيم. برامج الأطفال صايرة أغلبها عم تتوجه للغات العامية من اللهجات العربية، فيفضل أنه ينتبهوا الأهل على الأولاد والمدرسة، فأكيد هذا الشيء بينعكس على اللغة. إن الاعتزاز بلغتنا العربية وتمكينها في كل المجالات باعتبارها رمز هويتنا وقوميتنا وعروبتنا هو بداية الطريق لتربية أبنائنا على المعاني والقيم الوطنية، لأنها مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، فلغتنا هويتنا. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا: السماح للطلاب المستنفدين بتقديم كل مقرراتهم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول. أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان جميع الطلاب المستفيدين والمشمولين بأحكام المرسوم رقم 69 لعام 2019 تقديم كل مقرراتهم المحققين لشروطها، سواء كانت في الفصل الأول أو الثاني ضمن امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي التي ستجرى الشهر القادم. وأوضحت الوزارة أنه بعد إنهاء العمل بالنظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية والعودة إلى النظام الفصلي، بات بإمكان الطلاب المستفيدين التقدم لامتحانات الفصل الأول.
وافق مجلس التعليم العالي على تمديد فترة قبول طلبات إعادة الارتباط للطلاب المنقطعين في نظام التعليم المفتوح حتى 31 من الشهر الجاري. وبين المجلس أن هذه الفترة هي آخر مهلة لإعادة الارتباط وتسوية أوضاع الطلاب المنقطعين، وتحدد مدد الإبقاء في برامج التعليم المفتوح بثلاث سنوات لكل عام دراسي، ويحق للطالب إيقاف التسجيل مدة سنتين على الأكثر خلال حياته الجامعية، ولا تحسب مدة الإيقاف ضمن المدد المحددة للإبقاء. نشرتنا انتهت، هذا تذكير بالعناوين. مجلس الشعب يقر القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة تجارة حمص بهدف إكساب نظام التعليم التجاري المرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه.